حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاحتلال الصهيوني من مواصلة خروقاته، لأنه سيكون أول من يكتوي بنارها، معتبرة أن هذه الاعتداءات تعد خرقا خطيرا من قبل الاحتلال. وأعلنت الكتائب أن فصائل المقاومة تدرس كل المواقف لاتخاذ قرار موحد حول كيفية الرد على الاحتلال. في عدوان جديد على قطاع غزة، استشهد تيسير السميري أحد القادة الميدانيين لكتائب عز الدين القسام إثر قصف الاحتلال لنقطة رصد تابعة للكتائب شرق خان يونس، كما أصيب فلسطينيان آخران بعدما فتحت قوات الاحتلال النار في مناطق القرارة والخزاعة شرقي مدينة خان يونس. من جهة أخرى، أصيب جنديان صهيونيان بجراح بليغة بعد أن تم قنصهما من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية. وذكر شهود عيان أن قوة عسكرية صهيونية توغلت شرق القرارة حيث تصدت المقاومة لها وتمكنت من إصابة الجنديين، وأصدر جيش الاحتلال أمرا بإخلاء المناطق القريبة من القطاع بسبب نيران القناصة، معترفا بقصف مواقع في غزة بالقذائف المدفعية. وفي سياق متصل، دعت حركة حماس الفصائل الفلسطينية للاجتماع لتدارس التصعيد الصهيوني على القطاع، وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، محذرة من خطورة اختراق التهدئة، مؤكدة أن المقاومة ملتزمة بها ما التزم الاحتلال بها، ومحذرة الاحتلال من تكرار هذه الحماقات في قطاع غزة من خلال تنفيذ توغلات بين الفترة والأخرى، وفق ما ذكره الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري. بدورها، حملت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير وجميع تداعياته، وأكدت الكتائب أن مقاتليها يعدون العدة لطرد الاحتلال عن الأرض الفلسطينية. وتعرض قطاع غزة في يوليو الماضي لعدوان صهيوني واسع شنت فيه آلاف الغارات والهجومات الجوية والبرية والبحرية، أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف.